هاي مشاهدينا دي اس 4 من سيتروين تعتبر ميديوم كار، يعني هي سياره بين الاس يو في والسياره العاديه. اذا بنطلع فيها بنشوف انه بالفعل كثير عاليه، انه اذا بدكم كثير عاليه بالنسبه للسياره عاديه عن الطريق، واكيد مناسبه جدا خاصه لطرقات لبنان لما يكون في مي وشتي، السياره بتكون كثير كثير فعاله. شايفين كمان النيفو بين الدولاب وبين الشاسيه، هي كمان شغله كثير مهمه بهالسيتروين دي اس 4. دي اس 4 مثل ما حكينا هالطراز هيدا رجع على الشركه الفرنسيه انطلاقا من عام 2011. شفنا دي اس 3 دي اس 4 وغيرها من الطرازات. رح نشوف السياره كمان مشاهدينا بشكل الكلي من الامام ومن الناحيه الخلفيه. اليوم معنا اللون الجراي، كمان لون كتير حلو عليها مع جانت، هو 18 انش. وزن السيارة بيوصل ل 1390 كيلوغرام، اشي بأكد على ثباتها وعلى تونو دو روت كتير كتير مهمة فيها. نستعرض شكلها من الناحية الأمامية، شكل السيتروين الاعتيادي بس أكيد معدل وصار كتير كتير عصري مع الجريل موجود على كل الناحية الأمامية والكرام كمان يلي داخل تحت او عمليه فتح المحرك. الحلو فيها كمان عندنا الليد لايتس، بس ندور السياره ويضوي الضوء فيها اكيد في عندنا الليد لايتس على جوانب السياره اللي جايين هون على هالشكل، كمان بيعطوها لوك كثير حلو بالليل او لما نضوي المصابيح الاماميه فيها. نشوف كمان اشارات تحت المرايات والكروم اللي ذكرنا داخل على البواب مثل الطراز اللي شفناه بالدي اس 3. تنحكي عن الدي اس 4، اذا مثل ما حكينا الدي اس هي الحلو فيها كمان غير انه الشكل، طريقه فتح الابواب الخلفيه هم نشوفها طريقه كثير سلسه وحلوه وكمان غريبه مثل ما عودتنا الشركه الفرنسيه. اكيد السياره بعدها لوك من جوا، تعال نفتح لها الباب الخلفي فيها، بس كمان نشوف كمان على الناحيه الخلفيه فيها نظام المصابيح يلي فايت على الداخل بشكل كمان عطيها تاب كتير حلو من ورا، واللافت من ورا كمان هي عملية الاكزوست اللي مش ظاهرة على الكاميرا وحتى مش ظاهرة كمان على العين المجردة. الحلو فيها الاكزوست موجود من الداخل تحت الكرام الموجود هون، كمان مخبى عملية الاكزوست اللي بنشوفه عادة بالسيارات العادية. من الداخل رح تلاحظوا قد ايه فيها مزايا السيارة، كمان الفرش اللي دخله الجلد والفلور بنفس الوقت، وعملية التحكم بالمقود اللي اكيد بالكروز كنترول بالتليفون البوش تو توك سيستم بالراديو بالاس ار سي سيستم كمان، وبكل الامور كله متحكم فيه خلال القيادة. 6 غيارات للسرعة، تيبترونيك سيستم. محرك السيارة هو نفسه اللي كنا شفناه بالدي اس 3 وكمان بكل تقريبا طرازات الدي اس اللي عم تصدرهم الشركة الفرنسية مؤخرا. محرك الـ 1.6 الناجح جدا اللي بيعطي قوة دفع كتير كبيرة، 16 صباب توربو تشارجد هالسيارة. توربو تشارجد دائما بذكر انه عملية التوربو عم بصير بطريقة اللو بريشر سيستم، لو بريشر اللي بحافظ على المحرك ومش بياخد قوة كبيرة من المحرك. لو بريشر سيستم توربو كمان بخلي السيارة تاخد قوة بذات الوقت، انه كمان المحرك يكون مرتاح لما نكون عم تسوق. 6 اير باجز من جوا، عندنا كمان اوكسيلري كونكشن من بلوتوث من يو اس بي والايبود سيستم، كمان سيستم دونيج موجود بالسياره لما نكون طالعين شي طلع على الجبل وفي شوية ثلج على الطريق، عندنا سيستم دونيج وعندنا سيستم سبور ايضا متحكم فيهم بالفيتاس. كلايمت كنترول مالتي زون اي سي، كمان تطريز حلو كتير بالديركسيون وكمان بالفرش موجود بطريقة كتير حلوة كشكل. أما ناحية المحرك، نفس المحرك مثل ما ذكرنا الموجود بالدي اس 3 الـ 1.6 توربو تشارجد اللي هو لاين 4، تورك 240 نيوتن متر على 4000 كسرعة دوران ار بي ام. أما قوة المحرك فهي أكيد 160 حصان بدلا من 120 اللي هي بتجي على المحرك العادي، بينما التوربو تشارجر بتكون 40 حصان زيادة تقريبا على سرعة دوران كمان عالية توصل ل 6000 ار بي ام، هالشي بيعطي ريحة أكثر للمحرك لما نكون عم نسوق.
هيدي هي الدي اس 4 مشاهدينا بالشكل ومن الداخل كمان، سياره بتناسب السيدات خاصه لانه مثل ما حكينا عاليه وكثير مفيده على كل الطرقات، ما عندها ولا اي مشكله اذا كان هناك طرقات صعبه عم تسوق عليها او لا. اذا هي كانت سيارتنا لليوم، زوروا الشوروم تبع سيتروين خاصه الشوروم الاساسي على جل ديب هاي واي كمان بصيدا وسور وطرابلس. الى اللقاء، درايف سيف.